كابتن ماهر، تابعتوا طبعا فاروق صلاح، انطباعاتكم على اللحظات الاخيره، وانتوا طبعا بحكم الخبرات اكيد بتشموا الجو العام ده. بص يا كابتن ابراهيم، كابتن عادلي، عايز اقول ان احنا محطوطين تحت استرس بقالنا اكتر من 3 4 سنين يا كابتن عادلي. بصراحه اذا كانت اداره النادي، كابتن محمود الخطيب او الجهاز الفني او اللعيبه، ومع هذا الصرح الكبير ده، ال 115 سنه انتصارات، بتعمل اعجاز وانجاز مش موجود في المنطقه العربيه ولا الافريقيه. متورطك والله العظيم يا كابتن عادلي، متورطك، ما حدش قابل اقل من كده. اتمنى اقول ان لو الكره الارضيه تتحرك بس تحطنا في اوروبا. النادي الاهلي يعني عايزينه يروح اوروبا وهيتطور وهينافس. طبعا طبعا يا كابتن عادلي، ف كل الحاجات والضغوطات اللي احنا بنتحط عليها في خلال الفتره اللي فاتت ديت، لكن في تماسك من المؤسسه الكبيره دي، من مجلس اداره واجهزه فنيه ولاعيبه، وورانا جماهير كمان يا كابتن عادلي. بصراحه يعني الناس تقول لك 40 مليون، لا انا اقول 70 80 مليون اهلاوي موجودين في مصر وخارج مصر كمان، لان النادي خارج مصر ما حدش بيحسبه. مع الاسف دول كاسحين يعني. ومع هذا الحمد لله رب العالمين، بنوصل وبنحقق. ويمكن اخيره كانت انا شايف اللي هي البطوله الاخيره، اللي هي بطوله الانديه، كاس العالم للانديه. كل الناس كانت قلقانه جدا، وان احنا هنطلع من بره، احنا ما عندناش فرقه، وعندنا لعيبه الدوليين مع المنتخب واللعيبه المصابه. ومع هذا شعار الولاد وروح الفنانه الحمراء اثبتوا للناس فعلا باللي موجود، يعني حتى الكامل اللي ما كانش موجود، الباقي خد بالاسباب أفضل وطلع لجواه، بالظبط، افضل من اللي موجودين، واثبتوا ان فعلا بمن حضر. دي جمله جميله فعلا بتناسب النادي الاهلي، بمن حضر. يعني اي حد بيلبس الفنانه الحمراء في اي محك، اذا كان افريقي او عربي، فعلا بنثبت فيها ان النادي الاهلي ده نادي، يعني مش نادي قرن بس، نادي له معدن غريب جدا يا كابتن عادل.